آخر نداء تونس صار لكن برشا مشاكل رافقته. نحكيه على اجتماع الحمامات اللي ينتخب سفيان طوبال رئيسا للجنة المركزية. أون باراليل في المنستير يتم انتخاب حافظ قايد السبسي رئيسا لنفس اللجنة المركزية. ماذا يحدث داخل نداء تونس؟ في هذا الصدد يسعدني استقبال عيسى الحدوسي نائب رئيس المؤتمر الانتخابي للنداء، ولا نقول لك عضو لجنة مؤتمر حركة نداء تونس. حرت أنا بيدي شنية الصفة نعطيها لك بالضبط. مرحبا بك. حبيت قبل كل شيء ربما نتكلم شوي على التسجيل اللي خرج به. أنا باش نرجع باش نخليك تحكي في جميع التفاصيل، فقط تعطيني الصفة اللي أنت تحبذها قبل ما نمشيو للتقرير ونرجع نخلي لك الكلمة في بقية التفاصيل. الصفة مكتب المؤتمر انتخب 5 أعضاء والأخت سميرة قدور هي الرئيسة، موظفة سامية في البنك، عيسى الحدوسي الشخصي نائب الأول خبير في مجال المال، عبد الجليل سالم نائب ثاني وهو وزير الشؤون الدينية سابقا معانا زادة ورئيس جامعة الزيتونة وأستاذ جامعي، مصطفى القرويشي مقرر كان معتمد أول سابق، وخليفة عثماني مقرر مساعد وهو مدير بوزارة التربية. هذه 5 أعضاء. يعني أنت نائب رئيس. نائب رئيس أول. واضح. نائب رئيس أول. نرجع بعد شوية نواصل حديثنا مع عيسى الحدوسي، لكن قبل ذلك تقرير ثم نعود. برئيسين للجنة المركزية وزوز اجتماعات متوازية أفرزت زوز قيادات، ينتهي المؤتمر الانتخابي الأول نداء تونس اللي كان بهدف لم شمل ووضع حد للانشقاقات والخلافات اللي يشهدها الحزب منذ فترة. السبت الفارط تم عقد اجتماع بمدينة الحمامات بدعوة من رئيسة المؤتمر الانتخابي للحزب سميرة بلقاضي. أفرز انتخاب سفيان طوبال رئيس للجنة المركزية للنداء تحصلوا على 115 صوت، وعادل الجربوعي رئيس للمكتب السياسي فيما تحصل حافظ قايد السبسي على صوت واحد. في المقابل اجتماع ولاية المستير اللي ضم الشق المساند الحافظ قايد السبسي والمعترضين على نتائج المتعلقة بعضوية المكتب السياسي للحزب انتهى بانتخاب حافظ قايد السبسي رئيس للجنة المركزية للنداء ب 83 صوت. الممثل القانوني لحركة نداء تونس ورئيس اللجنة المركزية سفيان طوبال وصف قائمة أعضاء المكتب السياسي اللي تم الإعلان عنها من طرف اجتماع المستير بالاستئصالية، واعتبر أنه الهدف منها إقصاء اجتماع الحمامات، وأكد أنه أودع اليوم الملف القانوني للمؤتمر لدى مصالح رئاسة الحكومة، ووجه دعوة لتوحيد العائلة الندائية بما فيها المشاركة في اجتماع المنستير. كنت بصدد إيداع الملف القانوني في رئاسة الحكومة وفي الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني. إذا قمنا بإيداع الملف القانوني للمؤتمر وحاول التغيير اللي صار على مستوى القيادة في حركة نداء تونس. إذا قانونيين اليوم سكرنا الملف نتاع البوليميك هذا. رئيس الهيئة السياسية للنداء حافظ قايد السبسي أكد أن الاجتماع اللي تم عقده في المستير هو الشرعي ويتمتع بالصلاحية القانونية، وقال أنه انتخاب المكتب السياسي سيكون بعد 25 أفريل في الأجل اللي حددها مكتب المؤتمر، ليتم بعد ذلك الدخول في المرحلة الانتخابية وتحضير القائمات الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة. اللي موجود لهنا بهذا الحال هو اللي عنده القانونية. جدول أعمالنا احنا نشرناه سابقا وعلنا عليه، باش تكون فما انتخاب رئيس اللجنة المركزية والمساعدين متاعه، وباش نفتحوا باب الترشحات للمكتب السياسي. القيادي بالنداء المنجي الحربوي اتهم رئيسة المؤتمر بالانحياز وشق وحدة الحزب، وصف القائمة اللي تم الإعلان عليها في اجتماع الحمامات بالهزيلة، وقال انهم قاموا بدورهم بإيداع ملف القانوني لدى مصالح رئاسة الحكومة. اللي تأكدنا منه أن السيدة هذه أصبحت هي طرف في تأجيج الأوضاع داخل حركة نداء تونس، وأصبحت طرف في قسم نداء تونس، وكأنها هربت مع المجموعة الأخرى اللي حبت تهرب الحزب وحبت تستفرد وحبت معناها تأخذ الحزب كغنيمة وحبت معناها تتموقع وحبت كذا. بالتالي السيدة هذه الرئيسة أصبحت مجرح في شخصها ومجرح في مصداقيتها. بالتالي قررت اللجنة أنها لم تعد هي الرئيسة، وأحيلت الرئاسة إلى عضو اللي هو نائب من نواب الرئيس. مؤتمر نداء تونس اللي انطلق تحت شعار الإصلاح والالتزام بهدف لم الشمل والتحضير لخوض الانتخابات اللي تفصلنا عليها أشهر قليلة بصفوف موحدة، ينتهي بزوز قيادات وشقوق جديدة تنضف لها استقالات من الحزب وتمسك كل طرف بالشرعية. عيسى
الحدوسي نحكيه على مؤتمر من المفروض كان يكون لإنهاء هذه الصراعات الداخلية، مؤتمر للتجميع، لكن للأسف الصورة اللي تأتينا من داخل المؤتمر أنه يفرز انقسامات جديدة داخل الحزب. اليوم أصبحنا نحكيه على الشق في اجتماع الحمامات، شق آخر في اجتماع المنستير، تبالغ أنا رئيس اللجنة المركزية وغير ذلك غير شرعي والبقية لا شرعية لهم. حافظ قايد السبسي من المنستير يقول أيضا نفس الكلام، ما عادش فاهمين شكون الصحيح وشكون الغلط اليوم. والله أنا كندائي نتأسف الأسف الشديد، لأن الحزب هذا خلقه الباجي قايد السبسي، ونتأسف اللي يوصل إلى هذا المسار. ماذا بينا كل الخيانة يرجع لهم شاهد العقل، سواء صف من الحمامات أو المنستير، وراعوا مصلحة تونس قبل كل شيء، ونتلموا مع بعضنا ونلموا الشمل ويرجع لنا شاهد العقل، لأن هذا ما يخدم حتى شيء، يخدم مصالح بعض الأحزاب الأخرى. وأنا بكل صراحة متألم ألم شديد اللي يوصل الحزب متاعنا إلى هذه النتيجة. سعيسة، أنت جزء من المشكلة، راو تحكي وكأنك يعني محلل سياسي جاي تحكي على نادي تونس. أنت جزء أساسي من المشكلة اللي صار. أي تو هذا الأمنيات ويرجع رجوع شاهد ورجوع يعني شاهد العقل، الاثنين عندهم استحالة. أنت جزء من المشكل، وهو نعطيك علاش. أي مرحبا. خلينا في الجانب الشكلي. أنت في لجنة إعداد المؤتمر. صحيح. أنتم من الأول في البلاغ اللي خرج لولاني أنه اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر ما عندكمش الحق ترشحوا لأي منصب. صحيح. اليوم نلقاك عضو مكتب سياسي. صحيح أنت على أساس أنك يعني ألحقت في قائمة القائمة اللي بعثها الباجي قد في قائمة الرئيس المؤسس. صحيح. أنت وسي عبد الجليل سالم الاثنين في لجنة إعداد المؤتمر، وسي مصطفى القرواشي موجود أيضا، وسي صالح بالحاج عمر موجود أيضا، ديجا أخليته بهذا. اثنين، سفيان طوبال بث تسجيل بيناتكم اللي هو تقول له كلام أنا مش نعطيك الشرعية، وراو الشرعية خذيتوها من المؤتمر، وبعد تمشي تعمل موقف تقول لا راهو اللي صار كله فيه خروقات. قول للناس اليوم انت تواجه في الراي العام، اختاري من نداء تونس يتشق حتى في 50 معناها جزء، اما الراي العام انا سمعك تقول سفيان طوبال كلام وتاخذ من بعد موقف اللي انت شقيت نداء تونس مش حد اخر. ثم الحاجه الثالثه، انت المؤتمر ما انتخبكش في مكتب المؤتمر، كان عندك وثيقه تدل على انتخابكم كمكتب مؤتمر ماذا بيا توريها للراي العام. انتم اللجنه اللي كنتوا مع سميره بن قدو استعانت بكم المؤتمر، وحافظ قايد السبسي وقت اللي اقترحك انك تكون انت رئيس المؤتمر فما فيديو يدور على الفيسبوك قالوا لك ديجاج، معناه انت تنتحل في صفه اللي انت نائب رئيسة المؤتمر، والحال انك انت في لجنه اعداد المؤتمر فقط، واستعادة الرئيسة بك انت ما تعطيكش الحق في انك تنقلب عليها انت وباقي الاعضاء. وده يقالها عبد العزيز القطي اللي انت انتحلت صفة انت وبقية الاعضاء. أيه. اللي حضرتوا اجتماع المنستير. أيه. باهي ساعة من الاول حبيت ان نقول انا كنت عضو في هيئة اعداد المؤتمر من الاول 13 اللي طلعنا. أيه. داكوردو. وما استقلتش انت. ما استقلتش. أيه. أنا. عندما خرجوا جماعة انا قعدت ضمن الثلاثة اللي قعدنا، لأني آمن بأن في 6 أفريل وعملت المستحيل باش يقع المؤتمر، والحمد لله وصلنا المؤتمر. بعداش قعدنا أنا والأخت سميرة ومعنا صالح بالحاجة عمر ثلاثة. بعداش عندها مشينا للمنستير على قاعدة تسليم السلطة المتعلقة بالانتخابات للهيئة اللي مش ينتخبها المؤتمر، لهيئة المكتب 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 المؤتمر. أنا ما رشحش نفسي ساعة مبدئيا، وعمري ما كنت نستنى اللي مش يقع معناها ترشيحي للمؤتمر. رشحني قام سي حافظ قيس السبسي
ورشحني قال لان نظرا اللي موجود في الاعداد رشحني، وكان ما رشحش حتى الاخت سميره ما نخبيش عليك حسب ما فهمت انا اجماليا. بعض الاشخاص قالوا لا، بعض الاشخاص قالوا لا، مش ال 2000 راهو حضروا، ويقول لك هذا استفاف ايضا من الباجي قايد السبسي وراء شق على حساب اخر، وراء شق خلينا نقولوا حافظ قايد السبسي والاجتماع اللي صار في المنستير على حساب اللي صار في الحمامات. انا ما ننتمي لحتى شخص، انا ننتمي لنفسي. السيد سامي سيدي فما زوز حاجات اساسيه مش نشوفوا اخلاقيا وقانونيا ما عندكش الحق تكون موجود في المكتب السياسي، لا انت لا اي عضو في لجنه اعداد المؤتمر. اثنين، سالتك اذا ثم اي وثيقه تثبت أن المؤتمر المؤتمرين اختاروك انت وباقي الاعضاء باش تكونوا في مكتب المؤتمر، ماذا بيا توريها للراي العام. ثلاثة، كيفاش تفسر انك لسفيان طوبان تقول له كلام وبعد تاخذ موقف اخر؟ هاي خلينا معناها عملت بلا، لا انا خليتك انت ما جاوبتش، الا ها مش نجاوب. انت عملت بالمثل العربي تشتمني في الحي وتعتذر لي في البيت. سفيان طوبال في التليفون في بالك ما سامعك حد، قلت له انا مش نعطيك الشرعيه، وبعد تاخذ موقف سحبت عنه هو ومن معه الشرعيه. فسر للتوانسه على شعبيتك. نبداو بالنقطه هذه، شنو تفسيرك لهذا؟ النقطه الاولى، انا عمري ما رشحت نفسي، انا الوحيد اللي ما رشحتش نفسي تمام. لا انا خذيت تعهد قبل باش ما ناخذش نيابه للمؤتمر، وما رشحش نفسي لا للجنه المركزيه ولا للمكتب السياسي، عمري ما رشحت نفسي. انا خرجت اخيرا في قائمه سياده رئيس الدوله. معناها رئيس الدوله خالف القانون. لا انت لا. لا انت حاشاك كما الباجي قايد السبسي خالف القانون. لا ما نقولش اخلاقيا غير ممكن تكون عضو مكتب سياسي. صحيح، انا دو توت فاسون عيني واقع تعييني من قبل سياده رئيس الجمهوريه في قائمه فيها 12. اذا كان الامور تولي غير قانونيه. ما زلت لا مش غير قانونيه، رئيس الدوله حسب القانون الاساسي نتاع نداء تونس وقع تغييره، ويقول رئيس الدوله عنده الامكانيه باش يعين 12 يضمهم في الهيئه السياسيه. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا ما عنديش دخل فيها. ما رشحش نفسي. هذا جاوبنا عليه. وقتاش تعمل سي اسحاق؟ وقتاش تعمل هذا؟ هذايا وقع الانتخاب، وقع موافقه المؤتمر عليه في المؤتمر الاخراني. فيه الهيئه السياسيه فيها 32. ما عادش هيئه سياسيه. ولا تسمى مكتب سياسي. المكتب السياسي فيه 32 ويضاف لهم اربعه نتاع شباب ولو 36. ورئيس الحزب المؤسس عنده الحق باش يعين الثلث اي 12. ما تكلمش هو باش قايد السبسي او من يمثله هو. اليوم فما زوج روايات، انت تقول انه قائمه الرئيس المؤسس تتضمن اسمك واسماء اخرى، ثم شكون يقول انه الباجي قايد السبسي لم يرسل هذه القائمه، لانه الخبر اللي خرج من الاول مش لسامي هذه كان ثم حديث على فاضل عبد الكافي. صحيح. على لطفي براهم. أيه. على منظر الزنايدي. صحيح. على مبروك كرشيد. القائمه هذه انت تؤكد اليوم للراي العام انه الباجي قايد السبسي ارسلها للاجتماع في المستير؟ انا ما نجمش ناكد، انا وقع الاعلان عنها من سيمونج الحرموي، انا ما عنديش علاقه بها، ما عنديش حتى علاقه. انا ما نجمش تثبت هذيا؟ ما نجمش، انا ما عندي مش باش نثبت. انا جا سيمونج الحرموي. مونجي الحرباوي اقرب للباجي قايد السبسي منك انت؟ لا انا عندي علاقه خاصه بس الباجي. علاش سالتك؟ عندي علاقه خاصه. ما كنتش ولا علم لي. لا ما علميش بالقائمه، بعثها سيد الرئيس او ما بعثهاش باش تبدا الامور واضحه. هل انتخبكم المؤتمر كاعضاء في مكتب المؤتمر؟ المؤتمر لم ينتخب سوى سميره بن قدور القاضي. استنى سيدي، في المؤتمر وقع انتخاب مكتب المؤتمر. واش يقول المكتب؟ حسب القانون الاساسي نتاع نداء تونس، المؤتمر ينتخب رئيس وينتخب مكتب. رئيس ومكتب، شوف تلقاها في فصل من الفصول نتاع الواحد. المكتب اش فيه؟ هو تكون موجوده في الفصول. لا موجود. ما صارتش العمليه. موجود. لا موجود. صارت عمليه انتخابكم موجود في المؤتمر. وقع انتخابنا في المؤتمر بالاسم. بالاسم تم انتخابك كنائب اول لرئيس كنائب المؤتمر. أول المكتب مكون من رئيسه ومن نائب أول ونائب ثاني
و سي عيسى سويلي واضح أيه. وقع هل تم انتخابكم؟ وقع انتخابكم كنت حاضر معكم لا لا وقع وقع, وقع انتخابنا وترجعوا على خاطر كلها مدونه به علاش اذا انت وقع انتخابكم وحتى سميره بالمقدور رئيسة المؤتمر وقع انتخابها هي رئيس لجنه لكن فيما بعد تم انتخابها كرئيسه أيه. للمؤتمر علاش تحملوا فيها للمسؤوليه اليوم لاخرتها اليوم فيغ ميدي تصريح لمنجي الحرباوي يحمل فيها المسؤوليه يقول هي من تتحمل مسؤوليه ما قالت إليه الأوضاع اليوم داخل نداء تونس إيه؟ وداخل نتائج المؤتمر. إيه شوف علاش حملوا فيها المسؤولية؟ أنا ما حملش أنا أسألوا منجي الحرباوي اللي حمل المسؤولية. أنا صديقتي ونحترمها ومعناها إطار عالي. أما في التليفون لسفيان طوبال قلت خليت ساكة وكبوطة وهربت. لا هذاك هو مش نجبدوا عليه، هو مش نجبدوا عليه. هم مش نجبد تحب نجبد لك نجاوبك عليه توا انا مش جاوبني انا جاوبت هم مش جاوب توا فسر لنا شنو صار في المكالمه هذه اي سيدي عندما مشينا لانتخاب المكتب السياسي مشينا الخمسه مع بعضنا خرجنا من نداء تونس ومشينا الى قمرت وركبت معنا في السياره وهي بحذايا وثلاثه راكبين من تالي بحيث ان احنا مكتب قوي مشينا مع بعضنا وما نخبيش عليكم وتوا الخويان الكل تنجموا تعيطوا لهم كيف خرجنا من نداء تونس عندنا الفكره الوحيده لإلغاء القائمات تقدمونا زوز قائمات وسميره مشات معانا وكنا مش نعلنوا على مش نعملوه شنو تغير اذا استنى لا لا خليني نكلمك عاد جاو زوز قائمات كيف جاو زوز قائمات معناها واحد برك شخص واحد قدم زوز قائمات ولهذا ما ثماش حتى معناها ما ثماش حتى سي سفيان طوبال قدم زوز قائمات ومصح عليه اي ملغات ما يجيش واحد يقدم زوز قائمات على خاطر الانتخاب القائمات القائمات نتاع شنو قائمات القائمات مغلقه في يزم موجوده فيها 32 اسم للمكتب السياسي هزينا زوز قائمات هو الوحيد اللي قدمهم وموجودين توا عند الاخت سميره عندما خرجنا قلنا هالقائمات هذه ما هيش قانونيه ويلزمنا مش نلغيهم ومش ناجل المؤتمر أي. مش ناجل الانتخابات عندما خلطنا للقاعه لا قبل ما تخلط القاعه أي. فسر لي كيفاش اذا هذا انتم هذه القناعه نتاعكم كيفاش تقول سفيان طوبال مش نعطيك الشرعيه هاي خليني اكلمك عاد بعداش كيف خلطنا غادي جاوا جماعة اختلوا بالاخت سميره هاي وقالوا لها مش نعملوا الوفاق نحن زوز قائمات مش نعملوا الوفاق شكون هم اللي اختلوا بسميره بن قدور؟ اختلوا بسميره بن قدور الاخت انس حطاء هاي وبعداش الاخت المديره نتاع مديره الديوان سياده رئيس الدوله سيدة سلمى اللومي سيدة سلمى اللومي وخلطت عليها انا خلطت عليها من القاهة متعدت وقلت لهم راهو من الاحسن من الاحسن من الاحسن نتكلموا كله مع بعضنا مع بعضنا في نجاح حاسيلو مهما كانت تكاليف زادت اختلات بخويان اخرين وجات رجعت قالت راهو جابت لنا قائمه وقع حذف زوز اسامي منهم وتعويضهم اللي هما اي وقائمه اللي هما الاسامي اللي تم حذفهم تعويض خليها من الاحسن نحترموا شويه وهذيك القائمه من زوز قائمات نتاع سي سفيان طوبال اللي يبقى اخيه مهما كانت المسائل نحن ندائيين وان شاء الله تحل بعض المشاكل لازم نساهموا باش تحلها ماهيش مش تتحل لان ناكد لك تتحل لا تتحل انا على يقين تتحل لان ندائيين والحل بيد شكون خليني عاد مش ندخل وفاهم صح معاهم حافظ قيس السمسي في القائمه قالوا هذه راهي قائمه وفاقيه فيها 32 عاد قلنا نحن راضي الخصمانو ولم يرضى القاضي واتفقنا نحن كمكتب باش نقبلوها وقبلناها القائمه قبلناها القائمه واعلنا عليه بون بما انها هي قائمه وفاقيه بما انها هي قائمه وفاقيه في بالنا الناس كل الموضوع انتهى بعد ما اعلنا عنها بالضبط خرجوا الناس الكل وخرجوا من خرجت سميره مشات روحت على روحها وخلات الكبوت نتاعها وبعض الاثاث نتاعها في السياره نتاعي وحتى الاخوين الكل خرجوا ووقعت ضجه كبيره في القاعه ضجه كبيره جاء سي
اسمه سي منجي منجي الحرباوي وقال جانا اللي نحن المكتب اللي بقينا اربعه نحن بما ان الاخت سميره خرجت كانت موجوده في الحمامات خرجت خرجت قال راه وقع وفاق في امضاء على القائمه هذيك باش يقع تقسيم توزيع المسؤوليات في نفس اليوم بما انهم الاخرين خرجوا يعتبر اللي كونوا اكل وفاق اللي عملوه باش تصح تعدات عليها القائمه معناها اصبح وفاق ملغى. سي عيسى سامحني. اي هذا الموجود. انت حياتك الكل اني اسمك نعرف وقت اللي كنت صحيح. رئيس مدير عام تاع بانك. صحيح. البنوك تمشيو بالكلمه. لم انا خاطر. تمشي بالتصحاح. اي. عندك ورقه مصحح فيها حافظ قايد السبسي ومصحح فيها سفان طوبان. وعندنا خاطر. يجيك منجي الحربي ويقول لك الاتفاق ملغى لانه ما فهموش. لا هو قال هو انا نحكي لك كيفاش وقعت العمليه. هيك هو قال لك انتم تدوروا في الحياصه. لا ما درناش في الحياصه. شو اللي صار؟ لا باش نقولوا كيفاش ما درناش في الحياصه. وجاءوا تقريب 30 ولا 40 دخلت بعضها شويه وجاءوا بعض الطعون واغلبها هذه الرابطه نتاع اخي سفيان جاءوا تقريب 30 معناها طعن الطعون الكل جينا نشوف انا جيت نشوفها والاخوين الموجودين معايا الاربعه لقيناهم الكل يعنيوا اللجنه المركزيه ما عندهمش علاقه بالقائمه نتاع المكتب السياسي عندهم حتى علاقه بالقائمه 217 كلها ماشيين غاديك ولينا قررنا ما ثم حتى اشكاليه نظرا للطعون اللي موجوده مهما كانت تكاليف قلنا نفتحوا وثم برشا يجي 100 ولا 150 مش ينهشونا ما نخبيش عليه كل واحد يقول لك عندي مشكله وعلاش تعجلتوا رئيس المؤتمر ما زلت على قيد الحياه اي انا صار هذا كانه عمليه انقلابيه لا ما ثماش عمليه انقلابيه نحن كنتش تنجموا تستناو الفيديو تقابلوها وتاخذوا قرار مع بعضكم ودايما عبد العزيز القوطي هو يقول لك هي الرئيسه المخوله الوحيده انها تقبل الطعون من عدم يا هاوش عملنا نحن كيف شفناها ما كان الجو كيك رايضنا قلنا يبقى فتحنا باب الطعون كتابيا لحتى غدوه ماضي ساعه. خذيتوا قرار. لا خذينا قرار. كنت تنجم تهز كبوتك وتمشي حتى انت. اي لا خلي الامر يستراح. لا انا عندي مسؤوليه ما نجمش نخرج. معناها سميره بن قدور ما عندهاش مسؤوليه. ما نقولش ما عندهاش مسؤوليه. مسؤوليه كاني. لا ما نقولش ما عندهاش مسؤوليه. خرجت عملت لها برشا تليفونات نشوفوها ما جاوبتش تماما. قعدنا حتى للتسعة والنار تشعل غادي فك القاعة ولينا قررنا قلنا مش نفتح باب الطعون كتابيا جينا غدوة ماضي ساعة في مركز مكتب التعليم احنا نعرفوا للجنة المركزية متكونة من 217 سفيان طوبال يقول تم انتخابي ب 115 قداش العدد اللي كان في المنستير؟ خاطر حتى الحرباوي موجي الحرباوي اليوم ما حصرش الرقم والعدد الصحيح اللي كان حاضر في اجتماع المنستير في النصاب القانوني المستير لا خليني عيش اختي لا ماذا بيا تجاوبني على السؤال هذا يا استاذ عيسى حدوسي اللي حضروا في اللي حضروا في المستير 87 قداش 87 اللي حضروا وفيه النصاب القانوني هم اعضاء لجنه مركزيه اعضاء لجنه مركزيه 87 صحيح حضروا 87 حضر وانتخبوا 85 والنتيجه الشق المقابل يقول اللي حضروا لكم في المستير 31 لا ثم والبقيه كلهم منسقين جهويين على اساس التخريجه هي لجنه مركزيه موسعه جدتوا فيها المنسقين الجهويين اما اللي حضروا من اعضاء اللجنه المركزيه 31 لا في المستير وحضروا في الحمامات 118 لا حضروا 87 حضر 87 حضروا انا شاهد عليهم حضروا لكن اللي حضروا في الحمامات كلهم بطاقات التعريف نتاعهم وكانت الامور نتاعهم واضحه وبحضور بعض المنفذ عكس اللي صار في المنستير ما شفناش هذايا لا اللي حضروا في الحمامات وانا حاضر في المنستير حاضر كلهم بالبطاقات التعريف بطاقات التعريف موثق هذايا موثق بعدل تنفيذ موثق هي جابوا عدل تنفيذ وهو موثق بهم هو اللي عمل الكنترول وعمل كل شيء ما كنت مسؤول على اللي صار في المستير انا ادعوك انه قائمه اللي حضروا تنشر للراي العام تعرفش علاش على خاطر التوانسه بعد كي نطلعوا نقولوا لهم برا مش ينتخب الباهي فيهم ما يعمل شكل عمله في وجوهنا قلك شكون باش ينتخب وتطلع الاحزاب تقول لي ما هو عائله وسطيه وتقدميه وحدثيه وانتم مؤتمر حزب الحزب تشظى ما عندكم قائمه حضور باش نختم معك بسؤال اليوم كل شق يقول انا تم ايداع الملف
الى رئاسه الحكومه سواء من عن اجتماع الحمامات او اجتماع المنستير. اليوم القضاء هو اللي باش يكون الفيصل في هذا الملف. انا والله انا والله اخت سلمى انا كي جيت لهنا اخت مريم سلمى هي رئيس التحرير انا في بالي جيت لهنا باش الموضوع بتاع اخي سفيان باش نقول له عيب عليك يا سفيان التسجيل راهو ممنوع في القانون هذا اللي حبيت نجي انا هذه اخلاقيه فقط ما جيش موضوع ثاني والله الا جيت الموضوع ثاني هذه سفيان نقولها له كي تشربوا قهوه لا 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 نقولها له مشكلتك مش مع سفيان لا نحبوا علنين علنين في عمرك هذا مشكلتك مع الراي العام اي هاول اي كيفاش تفسر له انك كلام تقوله في التليفون وتعمل عكسه اي سيدي باش نجاوبك عليه هذا تعال نص ساعه وانت تقول هذا مش جايبني لا مازال خليني نجاوب عليه فقط دقيقه لا خليك تجاوب في دقيقه خليني نجاوب عليه ما قلنا نحن ثم تدخل نتاع السي الحرباوي ايش يقول فيه؟ يقول فيه اللي واقع اتفاق ما تمش احترام ما تمش احترام مش يوزعوا المناصب انا كلمته غدوه السي سفيان في التسعه نتاع الصباح قبل ما ناخذوا الطعون الكتابيه هذا الهامه باش نحب نضرب المصداقيه نتاعي للتوانسه قبل نحن اش قلنا له؟ كلمته السي سفيان كان تحب هو موجود المكالمه قلت له يا سي سفيان الاثنين تسجلوا على بعضكم لا انا عمري ما سجلت هذه خذيتها من انا عمري ما نسجل نسال فيك يا سي عيسى ونعرف عليكم لا لا سيدي انا اخلاقيا ما نسجلش وما عند وما نسجلش مهما كانت التكاليف المستوى بتاعي معناه الكلام انا قلته وانت قلت قبل ما تتصلوا بالطعون بالطعون الكتابيه واضح واضح شكرا لك شكرا لك استاذ عيسى الحدوسي على حضورك معنا خليني عاد نتكلم نعطيك برشا وقت على حساب ضيفنا الموالي الرئيس المدير العام انا جبتي في موضوع عديت الموضوع ثاني ما خليني سير ليز يقول روتار ويكمل البيديجي والله اللي غلطتنا احنا خليني نستعمل كلمه واحده في الاخير انا كعيسى الحدوسي دعوه الى كل نداء لتركيز العقل ومراعاة مصلحة الحزب وخاصة المصلحة التونسية العليا وخاصة بالرجوع إلى طاولة التوافق والوفاق ودعوة إلى الرئيس المؤسس الباجي قايد السبسي ياسي الباجي يرحم والديك عظم عظم تدخل بالحكمة متاعك وخبرتك الكبيره باش تفض المشاكل هذه ونحن ما كان تكاليف نداءين رانا اخوه مع بعضنا واذا كان عندنا مشاكل نحلوها داخل ان شاء الله يكونوا مستمعين للمساج نتاعك شكرا لك استاذ عيسى الحدوسي بعد شوي يكون ضيفنا الياس النكبي رئيس المدير العام شركة الوطنيه الخطوط الجويه التونسيه نستقبلوا بعد الفاصل